السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. احتشد أنصار الحراك الجنوبي في مديرية المعلة بالعاصمة المؤقتة عدن للمشاركة في الفعالية التي تصادف الذكرى العاشرة لتأسيس الحراك. وكان رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي قد دعا أنصاره للاحتشاد اليوم والتظاهر السلمي للدفاع عن القضية الجنوبية. هذا ونظمت قوى حراكية أخرى فعالية في ساحة العروض بخور مكسر في مشهد بدا فيه الكثير من التضارب في الرؤى والأهداف، وهو ما ينم بنظر بعض المحللين عن غياب الرؤية لدى فصائل الحراك. مشاهدينا، سنتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: إلى أين يمضي الوضع في الجنوب، وما الذي تعنيه حالة الانقسام بين فصائل الحراك؟ إذن يبدو المشهد في الجنوب منقسما على نفسه وأمام مشكلة عميقة في بنية الحراك الذي بدا غير قادر على الخروج برؤية موحدة لكافة الفصائل التي ذهبت إلى الخروج بمطالب خاصة لكل فصيل. قبل البدء مشاهدينا في النقاش، نذهب سويا لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. الحراك الجنوبي حراكان والساحة ساحتان. ساحة المعلة جنوب العاصمة المؤقتة عدن، حيث يتجمع فيها أنصار المجلس الانتقالي، وساحة العروض شرق المدينة، حيث أتباع الحراك بقيادة صلاح الشنفرة القريب من السلطة الشرعية. هكذا يبدو المشهد في عدن منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، وهو تاريخ تشكيل الحراك الذي شهد انقسامات في مختلف مراحله، ليتوزع بين أكثر من طرف، ومؤخراً دخول حلفاء إقليميين تستأثر الإمارات العربية المتحدة على النصيب الأكبر فيه، على حساب الدور الإيراني الذي كان يدعم جناح الرئيس السابق علي سالم البيض. معرفة ما وراء الحدث اليوم يتطلب تتبع خطوات تشكيل الحراك أو حركة الاحتجاج الأولى التي ولدت إبان حكم النظام السابق. في العام 2007 أسس مجموعة من الضباط والعسكريين المتقاعدين ما يسمى بالحراك الجنوبي، جاء على خلفية الفصل التعسفي الذي طال العشرات من منتسبي المؤسسة العسكرية ليمثل احتجاجهم حركة دائمة في الشارع. القبضة الأمنية التي كان يتمتع بها الرئيس المخلوع في الساحة الجنوبية آنذاك رافقت مسيرة الحراك، وأكثر من مرة كان يوجه ضربات للعناصر المنضوية تحت مظلة هذا التشكيل، لكن البعض يرى أنه ساهم في نشأته أيضاً. منعطفات عدة مرت بها حركة الاحتجاج الجنوبية، أبرزها اندلاع ثورات الربيع العربي، وهي النقطة التي شكلت دعما رئيسيا للحراك، أو قال الحراكيون أننا سبقنا كل هذه المسميات والساحات. لكن رد منتقديهم: وإن كنتم كذلك فلماذا لم تحققوا شيئا ولم تنجزوا الأهداف؟ اليوم وبعد هذه السنوات من تاريخ الحراك الجنوبي ومسيرته الحافلة بالنضال، ما يزال يمر بانقسامات لا تتوقف، فعشر سنوات من تأسيس الحراك لا يزال الطريق طويلا وبلا نهايات. إذن مشاهدينا، نبدأ النقاش وينضم إلينا من عدن الناشط السياسي ياسر اليافعي. سيد ياسر، مساء الخير. أهلا، مساء النور. سيد ياسر، كما يبدو اليوم انقسام واضح في أنشطة الحراك الجنوبي، إذا ما تحدثنا عن أسباب هذا الانقسام بين فصائل الحراك. والله لا أعلم من نتيجته بغصة الانقسام. الناس كلها اليوم تجمعت في ساحة المعلة، من حضروا في ساحة العروض لا يتجاوز عددهم 10 نفر، ونعرف توجهاتهم السياسية ومن أمرهم بالخروج، وأعتقد الصور كانت واضحة للناس والناس كلها شاهدتها، وتقريركم والمقدمة كانت واضحة، تهدف إلى محاولة إظهار أو إبراز أن هناك انقسام مكونات الحراك، بينما قال التقرير أن الطريق طويل. أعتقد أن الطريق اليوم بات أقصر ما يمكن لتحقيق أهداف شعب الجنوب بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أصبح ممثل للجنوبيين الذين خرجوا طوال 10 سنوات. أعتقد اليوم نحن اختصرنا الطريق وبتنا يعني قريبين من النهاية، وليس الطريق طويل كما تتحدثون. الانقسام لا يوجد، وانا اكد لك ان الناس كلها خرجت خلف مشروع واحد في ساحه المعلى، ومن خرج في ساحه العروب هم لا يتجاوزون ال 20 الى 30 نفر، والصور كانت واضحه التي رفعت وقت الذروه وقت صلاه الجمعه من الساعه. لم يكن هناك اي معركه. سيد ياسر، انت بدات الحديث ب 10 انفار وحاليا صاروا 30 نفر. هم لا يتعدوا ال 20 او 30 نفر، لم يكن هناك مهرجان في الاصل، لم يوجد
خطاب سياسي، لم يكن تجمع حشد، هو فقط مجموعة من اللجنة التنظيمية كل في كل مهرجان يريدون أن يعملوا مهرجان مو يتقدموا اللجنة التنظيمية، وهذه المرة أرادوا أن يثبتوا حتى يكونوا في اللجنة التنظيمية بينما نقل المهرجان إلى المعلة، وبالتالي أرادوا حفظ ما الواجب بالبقاء في المكان. لكن حتى قيادات الحراك من أسميتموها معارضة من صلاح الشمبرة وغيره لم يحضروا ساحة العروض، وكانوا ميدين للتواجد في المعلة وأنصارهم حضروا إلى المعلة. يعني الانقسام الحقيقي لا يوجد، فترة الانقسامات انتهت اليوم هناك. لكن أيضا البيان الصادر اليوم ما زال، نعم، لكن أيضا البيان الصادر اليوم ما زال يدعو إلى توحيد الرؤى بدليل أن هناك انقسامات. سأعود إليك سيد ياسر، ولكن دعني أذهب إلى ضيفنا الآخر الصحفي في رئاسة الجمهورية سيد ياسر الحسني. سيد ياسر مساء الخير. أهلا، مساء النور عليك وعلى المشاهدين الكرام وعلى ضيفك الكريم. أهلا بك سيد ياسر، برأيك إلى أين يمضي الوضع في عدن في ظل الانقسام الحاصل في الواقع، والذي ضيفي الآخر يؤكد أنه لا يوجد أي انقسام في المشهد الجنوبي؟ الانقسام واضح في المشهد الجنوبي بعد محاولة يعني ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي بالظهور بأنه هو من يسيطر على اهتمام الجماهير في العاصمة المؤقتة عدن، ولكن وعي المواطن في المحافظات الجنوبية أعطى درسا قويا اليوم للأدوات لبعض المشاريع الصغيرة التي تريد أن تحول من العاصمة المؤقتة عدن ومن المحافظات المحررة وخصوصا المحافظات الجنوبية إلى ساحات صراع وتصفية حسابات لبعض القوى الإقليمية. المواطن الجنوبي أدرك حقيقة هذه الأدوات التي تريد أن تستخدم القضية الجنوبية كغطاء لتمرير مشاريع خارجية، ولكن المواطن الجنوبي اليوم أدرك جيدا وأعطى رسالة واضحة عندما رفض الخروج، وهناك فيديوهات وصور أتت من عدن أعطت الرسالة الحقيقية والحجم الحقيقي لهذه الأدوات التي تريد أن تستخدم القضايا العادلة لمشاريع ضيقة ويعني مشاريع صغيرة. نعم، يعني تصاعد مثل هذه المشاريع التي تحدثت عنها لا تهدد وجود الحكومة وأيضا المشروع الوطني بشكل عام؟ نعم، يعني المشاريع التي ذكرتها أن هناك مشاريع يحملها البعض يعني بعيدة عن المشروع الوطني، مثل هكذا مشاريع ألا تهدد وجود الحكومة وأيضا تهدد المشروع الوطني بشكل عام؟ هي تشكل تهديد للحكومة الشرعية، تشكل تهديد للتحالف العربي لأهداف عاصفة الحزم. نحن نعرف جميعا أن عاصفة الحزم جاءت من أجل إعادة الشرعية والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن، ودول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية تؤكد هذا الكلام في كل مناسبة. وبالمناسبة يعني اليوم إذا ما شاهدنا الشعارات الذي يرفعها مجلس عيدروس الانفصالي هو مليونية استمرار رفض الاحتلال. أي احتلال يا أخي؟ الحوثي يتحدث عن قوات الشرعية وقوات الجيش الوطني بالاحتلال. سيد ياسر دعني أقاطعك هنا فقط، أنت تحدثت عن التحالف العربي، التحالف العربي مما يدور اليوم في الجنوب، هناك طرف يدعم ما يحدث بشكل واضح وطرف يلتزم الصمت، كيف تقيم ذلك؟ لا، أنا أؤكد لك أنه لا يوجد طرف يعلن أو يدعم بشكل رسمي هذه الجماعات الانفصالية المتمردة. أنا أعتقد أن الدعم يأتي من إيران، ونحن نعرف جميعا أن عيدروس الزبيدي وجناحه الانفصالي وتياره اليوم الحركة الجنوبي بشكل واضح وقف في ساحة خور مكسر رفضا لهذه الجماعات التي لا تحظى إلا بدعم إيران. ونحن نعرف جميعا أن علاقات عيدروس عندما كانت القوى الوطنية تحارب المشروع الحوثي وفي عمران وفي دماد كان عيدروس الزبيدي يتلقى تدريبات في الضاحية الجنوبية ولديه علاقات كبيرة مع الضابط أبو مصطفى ومع القيادة في حزب الله. وأنا أعتقد أن الجميع اليوم يدرك بأن مجلس عيدروس ما هو إلا أداة. لكن دعنا نكون واضحين حاليا سيد ياسر، ما يدور أن عيدروس الزبيدي مقيم في الإمارات ويذهب ويعود، وأيضا هناك دور واضح وانسجام وتوافق بين القوات الإماراتية وبين هذه الفصائل في الجنوب. أنا أتابع يعني المواقف الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، لا يوجد تصريح واحد من الحكومة الإماراتية ولا في وسائل الإعلام الرسمية الإماراتية تدعم الحركات الانفصالية. قد ربما يعني هناك يحصل استضافة واحتواء لهذه الجماعات، ولكن لا يوجد دعم حسب علمي فيها على الجانب الرسمي على الأقل. وأنا أعتقد أن هذه المشاريع ستنتهي وستبقى عدن الثغر الباسل لليمن الاتحادي يعني دائما وأبدا. وأنا أعتقد بأن هؤلاء الأدوات
واهمون جدا بانهم يعني يظنوا بانه بامكانهم الانتفاق او التامر على الشرعيه وعاصفه الحزم اسم القضيه الجنوبيه العادله. اليوم ابناء الجنوب اعطوهم درسا كبيرا بانهم لست بالممثلين. يحاول عبد الملك الحوثي ان يظهر بانه ممثل لابناء اليمن في الشمال، كما يحاول عيدروس الزبيدي ان يختزل القضيه الجنوبيه في شخصه. عيدروس الزبيدي لا يمتلك اي تاريخ نضالي في القضيه الجنوبيه، يمتلك فقط تاريخ من الارهاب في مواجهه السلطات، يمتلك تاريخ من التمرد على قرارات الشرعيه والرئيس عبد الرب منصور هادي، وكذلك الارهابي المدعو شو اسمه هذا بن بريك الذي يعلن صراحه دعمه للجماعات الارهابيه. وانا اعتقد بانه لا ملك سيقدم عن الدعم للجماعات الارهابيه والتواصل الخطير بينه وبين تنظيم القاعده، وان نعم. هذه الايام ما هي الا يعني مجرد صحابه صيف، وسيحاسب هاني بن بريك نتيجه تعاونه مع الجماعات الارهابيه، ولن تمر دماء الجنود الابرياء في معسكر الطولبان وغيرها من المعسكرات التي كانت هناك تواصل بين الجماعات الارهابيه وبين هاني بن بريك. نعم. هاني بن بريك يقوم بدور خطير للتواصل مع الجماعات الارهابيه ودعمهم بشكل واضح وصريح. نعم، يبقى معي سيد ياسر الحسني، دعني اشرك معنا ايضا في النقاش من العاصمه الاردنيه عمان المحلل السياسي سيد عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر مساء الخير. سيد عبد الناصر هل تسمعني؟ اسمع بصعوبة. نعم، مساء الخير سيد عبد الناصر. مساء الخير، اسمع بصعوبة، تفضل. نعم، سنحاول معك، واذا لم يعني استمرت المشكلة سنعيد الاتصال بك، ولكن هنا اسالك كيف تنظر الى الوضع في عدن اليوم؟ إلى أين يمكن أن ينتهي؟ يعني عام ما يحدث في عدن هو تحصيل حاصل لحالة الضعف التي تصيب اليمنية وحالة الدولة التي تظهر فيها مثل هذه الفقاقيع، ولكن بشكل عام ليس هناك من خطر حقيقي على وحدة الجمهورية اليمنية. الجمهورية اليمنية محصنة بالقانون الدولي، القانون الدولي يمنع أي حركة انفصالية. نعم. اليمن جميعها على وحدة اليمن، لا يمكن للانفصاليين أن يحصلوا على أي شرعية حقيقية. دول الجوار وتحديدا المملكة العربية السعودية في اليمن مستقر بحكومة مركزية قوية ودولة واحدة، جميع دول الإقليم من مصلحتها النهائية والاستراتيجية أن يكون اليمن دولة موحدة. أمريكا والغرب جميع دول العالم تدرك أن هذه الدولة إن لم تكن موحدة أن مصيرها هو الفوضى كما هو حاصل الآن، وسيحصل بشكل أسوأ مما هو حاصل الآن. ترجع إلى لب المشكلة، لب المشكلة هو اهتراء الدولة، واهتراء الدولة يتحمل نتيجته الفراغ السياسي الذي تركه منصب رئيس الجمهورية والذي لم يكن كفؤا لهذا المنصب. 5 سنوات والحراك الانفصالي يتقوى، الحراك الانفصالي يحصل على الدعم المباشر وغير المباشر من قبل هذه السلطة التي لا يبدو أنها مؤمنة بالجمهورية اليمنية إيمان كامل ومطلق. وبالتالي هي من سمحت لمثل هذا الحراك بأن يقوى وأن يتمدد، وهي أيضا من سمحت للحوثي وسلمته صنعاء أنها لم تكن مؤمنة إيمان حقيقي بالجمهورية اليمنية وبعاصمة اليمن. لكن سيد عبد الناصر، الرئيس عبد الرب منصور هادي قد أعلن أكثر من مرة تمسكه ب ووصلت للسلطة اليمنية سلطة. نعم. جديدة مؤمنة بالجمهورية اليمنية، مؤمنة بأن اليمن هو دولة واحدة ونية لجميع سكانه. نعم. جميع مناطقه. في هذه الحالة سيد عبد الناصر، العربية السعودية من مصلحتها. نعم. أن تدعم حكومة مركزية، من ثم فإن هذه الحركة الانفصالية وغيرها ستضعف ولن يكون لها لا قدرة سياسية ولا قدرة عسكرية على أن تواجه دولة اليمن الواحدة التي ستمتلك الحق الشرعي قمع وحظر مثل هذه الحركات. كان من المفترض منذ البداية يتم التعامل مع الحراك الانفصالي في الحراك الجنوبي بأنه حركة
خارجة عن القانون يجب حظرها، لا يجب أن يصعدوا دولة الحراك إلى مناصب في الدولة. أصبح هناك سفراء يتبعون الحراك الانفصالي، ومحافظين يتبعون الحراك الانفصالي، ويتبعون الحراك الانفصالي. هذا هو الذي أدى إلى أن تنخر الدولة، تنخر مؤسسات الدولة من داخلها، وبالتالي إعادة تصويب هذا الوضع يكون بأن يعزل الحراك الانفصالي ويجرم الحراك الانفصالي مثل ما هو في دول العالم. جميع دول العالم التي تحترم نفسها يمكن أن تسمح لحركة انفصالية بأن تكون شرعية وأن تمارس مهامها وتمارس السلطة، ويسلم مناصب تنفيذية إلا في هذه الدولة المهترعة. وبالتالي لا خوف على الوحدة، كما ذكرت لك الوحدة محصنة بإرادة الشعب اليمني، معظم أفراد الشعب اليمني مع ده بما في ذلك الجنوبيين. كلا قليلة ممن خسرت مواقعها وممن تريد أن تستثمر هذه الحركة سياسيا واقتصاديا، تبتز الدولة اسم هذه الحركة الانفصالية. هؤلاء استبعادهم وهم يجرون كلا قليلة. نلاحظ الآن ويلاحظ سكان عدن تحديدا وسكان المناطق الجنوبية بأن النظام الشمولي عاد برأسه بقوة كما كان عليها الحال قبل عام 90. النظام الشمولي يحضر هذا التيار ويبعد ذاك ويخفي الناس في سجون سرية، وتبين لهم أن الوحدة هي التي أعطتهم والتي أعطتهم الكثير من الكرامة بعد كانوا فقدوها الحكم الشمولي قبل عام 90، وها هم الآن سيفقدونها مع هذه العصابات التي وضحت الصورة سيد عبد الناصر، عصابات تمارس ممارسة العصابات، وهي صورة للمسلم التي يريد هؤلاء الصروف لها للجميع في الجنوب. وبالتالي مثل ما وضحت الصورة سيد عبد الناصر، ابقى معي. مع الانفصاليين إلا قليلة فضلت في آخر الأمر تهرب وتفر بجلدها ولا تقاتل مقاتلة الرجال حتى آخر رمق، لأنهم بدون حرية. هؤلاء نفسهم سيد عبد الناصر هل تسمعني؟ سيتصرفون بنفس الشك عندما توجد يمنية قوية تكتسح كل القوى الانفصالية وكل الميليشيا أيا كانت، كانت في الشمال أو في الجنوب. نعم وضحت الفكرة سيد عبد الناصر، ابقى معي فقط. دعني أعود بسؤال لضيفي الناشط السياسي من عدن ياسر اليافعي. سيد ياسر، أنت حدثتني عن الحشود وأيضا الجموع الكبيرة التي خرجت اليوم في المعلى. هناك يتحدث ضيوفي الاثنين أن هذه الحشود مشاريعها أو مشروعها أو قضيتها تختزل في بعض الأشخاص الذين لهم مشاريع ضيقة. ما ردك على كل ما سمعته من ضيوفي؟ أتمنى أن تعطيني الوقت الكافي. أولاً من المعيب على قناة الرئيس التي تدعي أنها تدعم شرعي والرئيس هادي تستضيف العساشي المودع ويهين رئيس جمهورية عبد ربه منصور هادي على الهواء مباشرة ويتهمه بالخيانة. أمر معيب بقناة الرئيس. اليوم يتضح من يقف ضد الرئيس هادي، هو من يستضيف هذه الأشكال. نقول المودع أنت من الزمن الماضي، والزمن الماضي انتهى، واليوم الجنوب له رجال يعمونه، والرجال هم اليوم موجودين على الأرض وهو يعلم ماذا وقع للحوثيين في الضالع وفي عدن وفي غيرها من المناطق. أما ياسر الحسنين نقول له رحنا مشروعنا أكبر من مشروعكم، أنتم العارفين في فنادق الرياض وتركيا. مشروعنا مشروع وطن وسننجز هذا الوطن خلال السنوات. هنا قضية سيد سيد ياسر، هنا قضية وليست يعني تراشق بين أشخاص. كن عادل بتوزيع الوقت، كن عادل بتوزيع الوقت. هم أهانوا القضية. خذ وقتك الكافي، خذ وقتك الكافي. لكن نحن من يدافع عن الرئيس هادي وليسهم، نحن من يقف مع الرئيس هادي الجنوبي وليس هؤلاء من أتيتهم ليتم هادي بالخيانة من على منبر قناة بلقيس. على قناة بلقيس أنت تتحمل مسؤولية إن كانت فعلا تؤيد الشرعية وتؤيد الرئيس هادي، لا أنت من يطعم الرئيس هادي ويتهمه بالخيانة على الهواء مباشرة. نعم تفضل. يعني أنا أريد الحديث هنا حول القضية ولا أريد الحوار أن يتحول إلى تراشق بين أشخاص. يعني حدثني عن ماذا ما سمعته من ضيوفي هنا، يعني ماذا ترد حول جوهر القضية؟ يعني اتركنا من التراشق أو الشخصيات. يعني جوهر القضية يا أخي، أبناء الجنوب لديهم قضية حقيقية نشأت بعد حرب اجتياح الجنوب 1994.
لهم اكثر من 10 سنوات يخرجون في مسيرات ومع رجالات احتفالا بذكرى احتلال الجنوب. اليوم الامر اختلف، هناك جماهير تخرج ولديها مجلس سياسي او مجلس انتقالي يمثلها في اي مفاوضات قادمه. لذلك اليوم المجلس الانتقالي الجنوبي هو ضمان ليس للجنوب فقط ولكن للشمال والتحالف العربي. انا لا افهم لماذا الاخوه في الشمال والنخبه يقفون ضد المجلس الانتقالي؟ هل يريدون المشاكل في اليمن ان تنتهي؟ هل يريدون الجنوبيين ان يكون لديهم شراكه حقيقيه لتحرير مستقبل اليمن؟ هل يا عزيزي وما حدث خلال السنتين سيد ياسر، ما حدث خلال السنتين فيما يخص القضيه الجنوبيه؟ ألا يعني لكم شيء؟ يعني هناك محافظي محافظات، هناك رئيس جمهورية، هناك نائب رئيس جمهورية، جميعهم من أبناء الجنوب، أو رئيس الوزراء مثلا، يعني كل هؤلاء الأعضاء الموجودين في الحكومة، ألا يعني يعود ذلك على القضية الجنوبية مثلا والمظلومية التي عانتها خلال سنوات في الفترة السابقة؟ كلام جميل. كنا بعد الحرب بعد الانتصارات التي تحققت اتفقنا على اكمال انهاء الانقلاب ومواصله مقاتله الحوثيين حتى طردهم من كل مناطق اليمن وعرس الشرعيه، ثم يبدا حوار سياسي يمني لحل كافه المشاكل. لكن للاسف كانت الخيانه والطعنات تاتي من الظاهر بانشاء معسكرات في عدن لا نعلم هويتها، 4 أو 5 أو 6 الويه ظهرت فجاه، هناك اغالات حدثت المحافظين محافظات جنوبيين بينما كان الجنوبيين مشغولين في تحرير الساحل الغربي. من اتت الطعنه؟ اليست من الشرعيه واوصياء اليوم الموجودين في الرياض الذين يدعون زورا وبهتانا بنادق الرياض انهم يقفون مع الرئيس هادي بينما هم سيكونون اول من تخلى عنه؟ اما فيما يخص الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي لم يكن ايرانيا بل كان من اوقف المد الايراني في الضالع وشغلات الضالع تشهد بذلك. عيدروس الزبيدي حارب الارهاب في عدن وتمكن من تامين عدن في وقت كانت التفجيرات كل يوم في عدن، كانت الاغتيالات في كل يوم في عدن. هل تسالون انفسكم كيف امنت عدن خلال اقل من عام؟ يا عزيزي هو يشكر على ما هو يشكر على ما قام به من مهم من مهمه وطنيه في الجنوب وفي فتره معينه، لكن اراده القياده السياسيه بتغيير محافظ وهو ايضا من ابناء الجنوب ومن الحراك الجنوبي، يعد هذا مشكله ايضا يتم تاجيج الشارع من اجلها؟ أخي الكريم المشكلة ليست في تعيين عبد العزيز المصلحي أو أي محافظ جنوبي آخر، ليست هنا المشكلة، المشكلة في الأقصى. الجنوبيين اليوم الذين قاتلوا الحوثيين وطالع شعروا أنهم أين هي مكامن الإقصاء سيد ياسر؟ أين هي أخي الكريم أماكن الإقصاء أين؟ أنا بعطيك إيش المشكلة، لب المشكلة. تعال انظر إلى تعيينات الرئيس هذه التي أصدرها من الرياض. كانت في معظمها إقصاء للجنوبيين وتعيين ناس كانوا في الخارج أو هاشين أو كانوا مع الساش. اليوم من هو محافظ سقطرى؟ بالله عليك من محافظ سقطرى؟ أليس كان قبل أكثر من 4 أشهر في ميدان الـ70 يحتفل مع صالح ونشيدبو إلى قبل شهر؟ يعني نفهم أن هذه المسيرات أتت من أجل استحقاقات شخصية مثلا؟ أبدا. المسيرات والمجلس السياسي الانتقالي الجنوبي قال يقول للجنوبيين للعالم كله وما فيهم الشرعيه نحن شركاء في اي اتخاذ قرار نهدد مستقبل اليمن. نحن الان لا نريد انفصال، ولا كان اعلنا الانفصال واحنا مسيطرين على الارض، نحن نريد ان نكون شركاء وان يكون هناك حوار يهدد مستقبل اليمن. لكن للاسف بعض الاحزاب وبعض اصحاب المصالح الضيقه مثل ياسر الحسني وغيره يرون في المجلس الانتقالي نهايه لهم لذلك يحاربونه. المفروض يدعمون المجلس الانتقالي الجنوبي كمقوى سياسي يلم الشتات الجنوبي وبالتالي ينهى والدخول في حوار جاد ينهي العزلات في اليمن ونبدا صفحه جديده سواء كان فدراليه سواء كان وحده سواء كان يا سيد ياسر المشاكل الناس تعبت. سيد ياسر أيضا هناك نقطة في البيان اليوم يتحدث عن حظر نشاط المكونات السياسية ومسميات كثيرة، بيد من أمر يعني تقرير حظر جماعة أو حظر توجه سياسي؟ ألا يعد هذا بيد الحكومة نفسها أم يعني مكون أو حراك يقوم بهذه المهمة؟ فين الحكومة؟ الحكومة لم توفر الناس كهرباء في عدن، انتم في قناة بلغيس وعلى برنامجكم الصغير وهل لاقت التعاون مثلا؟ وبيرجع الكهرباء إلا لم يستطيعوا تأمين الخدمات، هل نرضى الآن؟ في ظل هذا الوضع المتأجج كيف ستعمل الحكومة سيد؟ الحكومة دعاها المجلس الانتقالي إلى أن تقوم بدورها، إلى أن تقوم بدورها في توفير خدمات الناس، وإن لم توفر الخدمات سيتدخل المجلس الانتقالي بحكم مسؤوليته على الناس. نحن نعيد ونكرر، المجلس الانتقالي هو ضمانة للأمن في الجنوب وفي اليمن وفي المنطقة وفي العالم. الجنوبيين أثبتوا أنهم شركاء للتحالف العربي شراكة حقيقية وليست شراكة فنادق
في محاربة المد الفارسي الإيراني وفي محاربة الإرهاب. من يدعي اليوم أن نحن إيرانيين هم الهاربين في الرياض، أما الإيران نحن من وقفنا ضده ومن حاربنا سواء كان ذلك إعلاميا أو على الأرض المواقف الشرقية الضالع في لحج في عدن في الساحل الغربي. اليوم أبطلنا اليوم على مشارف الحديدة، من المعيب أن يتحدثوا عن حراك إيراني؟ والله من المعيب أن يتحدثوا وهم شخصيات مغربة من الرئيس هادي، وبينما هم أول من يتخلى عن الرئيس هادي. نعم، وضحت فكرتك سيد ياسر، أشكرك. إلى هنا الناشط السياسي من عدن ياسر اليافعي. أعود بسؤال أخير إلى السيد ياسر الحسني. سيد ياسر، أنقل لك ما قاله أولا المحلل السياسي عبد الناصر المودع. قال يعني ما يحدث حاليا في الجنوب والنشاط الكبير للحراك الجنوبي مؤخرا هو تحصيل حاصل لحالة الضعف والفراغ السياسي الحاصل. أنا أختلف مع الأستاذ الكريم المودع، لأنه يعرف جيدا بأن ما حصل في اليمن هو انهيار لمؤسسة الدولة، انقلاب على مؤسسة الدولة. نحن نمر في مرحلة استثنائية، هذه الجماعات الانفصالية استغلت الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة وقامت بهذه التحركات التي تعتبر خارج القانون وخارج القضية، أهداف القضية الوطنية وحتى أهداف تحالف العاصمة الحزب. وأنا أعتقد بأن المودع يعني هو حريص على الحفاظ على الوحدة اليمنية، لكن ساهمت الحكومة بجزء كبير من تمكينها. سيد ياسر، نعم، ساهمت الحكومة والدولة بتمكين هذا الحراك في مؤسسات ومناصب الدولة إلى أن الحكومة الشرعية حرصت على يعني إشراك أبناء المحافظات الجنوبية في إدارة محافظاتهم لكي تقطع الطريق على الأصوات التي تنادي بالانفصال والتي تغرد خارج المشروع الوطني، ولكن الشخصيات التي خرجت عن النظام وعن القانون وعن مشروع الدولة وعن أهداف معركة استعادة الدولة تم يعني إحالتها للتحقيق وإدارتها من وظائفها. دعني أرد على الزميل ياسر اليافعي الذي يعني تحدث أنه ليس لهم علاقة مع إيران. أنا أحدثه وأعيده للوراء بأنه يعني هناك حالة تشابه كبيرة بين مجلس الانتقالي أو مجلس عيدروس الانتقالي وبين جماعة الحوثي. نحن نعرف جميعا أن جماعة عيدروس تلقت دعم من حزب الله في لبنان وتم تدريب قيادة عسكرية ونشطاء إعلاميين بالإضافة من ضمنهم الزميل ياسر اليافعي، كان مراسل لصحيفة تابعة لحزب الله في لبنان وكان يحتفل بتقاريره الصحفية بسقوط المدن بيد ميليشيا الحوثي والمقروع صالح. وأيضا يعني أنا أتحدث عن التشابه الكبير والسلوك الكبير بين يعني الميليشيا الحوثي ومجلس عيدروس الانتقالي عندما يتحدثوا عن الشرعية بأن شرعية الفنادق، هذا حديث جماعة الحوثي. يتحدثوا عن التحالف العربي بأنه احتلال، وهذا حديث جماعة الحوثي. يتحدثوا بأن عيدروس مثل للقضية الجنوبية ويختزل القضية الجنوبية في شخص عيدروس الزبيدي، وأيضا في الشمال يحاولوا أن يختزلوا كل أبناء المحافظات الشمالية في عبد الملك الحوثي. يحاول العيدروسيون أن يشكلوا مجلسا انتقاليا لكي يمثلوا أبناء المحافظات الجنوبية، وهذا ما يرفض أبناء الجنوب. وكذلك يحاول وضحت الصورة سيد ياسر. نعم، هناك حالة من التشابه. أنا أؤكد للمشاهد الكريم بأن مجلس عيدروس الزبيدي ما هو إلا أداة إيرانية كما جماعة الحوثي. وبات اليوم الأهداف المشوهة لهذا المجلس الذي بات يشكل عائقا أمام عملية التحرير، وأصبح بدل ما يتحدث اليوم الواطن عن أهداف واستكمال معركة تحرير اليمن، يتحدث اليوم عن هؤلاء العملاء الذي يريدوا أن يقوضوا مشروع عاصفة الحزب ومشروع إعادة الدولة اليمنية. ولكني وضحت الصورة سيد ياسر. الوقت نعم سيد ياسر، فقط يعني الوقت ضيق لدينا. أشكرك سيد ياسر، وضحت فكرتك بشكل كامل. الصحفي في رئاسة الجمهورية ياسر حسني، شكرا جزيلا لك. أعود بسؤال أخير إلى ضيفي من العاصمة الأردنية عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر، يعني بالنظر إلى دور التحالف، هناك من يتهم الإمارات بأنها تسعى إلى تأجيج الوضع في الجنوب وربما إلى مشروع انفصالي. برأيك لما هذا الدور لدولة الإمارات؟ يا القضية هو الباب المفتوح، يدخل منه الريح ويدخل منه كل المصائب. عندما شرعت هذه السلطة الضعيفة الحشة لم تقم بالفراغ، حلقت تدخل الآخرون في شؤوننا وتدخلوا في كل تفصيلة من تفاصيل حياتنا. المشكلة تظل في الأول والأخير يمنية. عندما نسوي البيت الداخلي اليمني، عندما تكون هناك شرعية حقيقية ليست نصف انفصالية نصف
العربية مثل ما هي سلطة هذه، عندما تكون هناك لغة واحدة لهذه الحكومة، حكومة ليس بينها انفصالي وليس بينها حوثي وليس بينها قاعدي، عندما تكون هناك مشروع للدولة اليمنية لا الإمارات ولا غير الإمارات تتدخل في الشأن اليمني، اليمن بعلاقته بعلاقة الشراكة مع جيرانه وتحديدا المملكة العربية السعودية التي هي صاحبة المصلحة الحقيقية بأمن واستقرار هذه الدولة اليمنية بالشراكة مع السعودية ومع جميع دول العربية ومع جميع دول العالم تستطيع أن تمنع أي حركة انفصالية وتتقضي عليها بكل سهولة. هذا المشروع الامبراطوري هو مشروع فوضى ومشروع من الضعف والهشاشة، أنهم منذ 5 سنوات بعد أن احترس الدولة اليمنية لم يستطيعوا ينفصلوا، لم يستطيعوا أن ينفصلوا الآن، وليس هناك جندي محسوب على الجمهورية اليمنية في داخل المناطق الجنوبية، ورغم هذا لم يستطيعوا أن ينفصلوا، وهذا يشير إلى ضعفهم عشاشتهم وبأنهم لا يمتلكون لا القوة ولا المشروع السياسي ولا التأييد. نعم. شكرا، وضحت الصورة سيد. المناطق الجنوبية وبالتالي يمكن هزيمتها. نعم، أشكرك جزيلا، يعني سأضطر إلى أن أختم الحلقة بسبب ضيق الوقت سيد عبد الناصر، أشكرك جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف من عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع، كما أشكر ضيوفي كان معي من الرياض الصحفي في رئاسة الجمهورية سيد ياسر الحسني، وأشكر أيضا ياسر اليافعي الناشط السياسي كان معنا من عدن. وفي الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى أترككم في رعاية الله.